باركة. أيوة. بالنسبة لفطور الصبح يعني طبعاً الشغب اللي صاير كله ما نحكي لكم إيش يعني بالنسبة اللي وراء الكاميرات كلها ضحك من بكر على خاطر اللي يقول فيه من سنونا الفطور. فبالنسبة لفطور الصبح كيف كان وشن البنة متاعه والأنت شن شعورك هيك وانت تاكل يعني بشعورك؟ أنا شعوري كان شعور جوزي صراحة يعني الحد ما كان فطور لذيذ جداً لأن أنا ما فهمت منه شيء ما فهمت منه حد أصلاً. هو عبارة عن ربع كيلو نجارة نامينا في بعض وقلنا كلوا شد ربي سعيدك في المعدة عندك كيف يعني وبدأت الشيشة الخل هذيك جت الأخيرة والله عم فكتي صفعت نذكر فلتة وصفعت عم فكتي ما حتى هو لازم يكون في حاجات مفيدة لأن هذا بيحرق يعني بعدين فهمتني هي لما بتاخد حاجة زي هيك بتكون شوية تحرق مرات تعطي تجانس. أنا مختلف أنا شوية شو صاير أنا مفروض أنه يقتل الداخل بعدين نشوف شو الوضع. لا أنا قتل عليها برا وداخل الزوز أنا باعتبار جديد علي الموضوع عرفتي أول مرة جن في حياتي يعني وفكرت فهمتي كيف كلنا أول مرة ونحن تراثنا عائلة إحنا تراثنا عائلة أسمان كلنا الوالد ولا أمي وأخوتي وأخوالي وعم كلهم أسمان ما شاء الله كلنا أسمان في حد ضعيف ضعيف اللزوم الحاشو ما شاء الله ما شاء الله معروف لازم تكونوا هيك يعني. فراث حرف الثاء فراث هو مش تراث فراث تحقيق مدام خدوجة تتوقع إنه ممكن تنزلي بسرعة في خلال كم يوم هادو بالنسبة للوزن ما نقدرش نقول يعني الميزان هو الفاصل لكن أنا بندير جهدي وخلاص أنت يعني متوقع أن أنت حتكوني يعني؟ لا أكيد أكيد لأنني حابة الموضوع لو مش حبتها أكيد حنفشل فيه لكن طالما أنا حابة الموضوع يعني. إيه وخاصة أنا اللي مدة يعني ما عملش رياضة وكذا فرجعة رجعة حلوة يعني بباركة فمرتاحة يعني لا هو هذا ما تسأليش مثلا أنا والله يعني إن شاء الله على أمل إن هو ينزل بجديات يعني. اه شو بكتش تبي تسالني نسيت انا خيرني تضعف عندك امكانيه انك تضعف ولا لا يعني عندك قابليه تبي تجي لا في الحق يعني ماذا في منفوس خطا يعني لا هو في لا هو في من ناحيه في يعني. على فكره على فكره يعني حتى كان النظام الغذائي مثلا بيكون شويه ولا هيك ضروري ما يكون معاه رياضه يعني فما قصدي بجديات يعني مثلا في ناس تدير رجيم بس من غير رياضه فما يصير شيء مرات ومرات العكس يديروا رياضة من غير رجيم فتلقى أنه هو بجديات ضعف وخلاص ومرات يزيدوا أكتر أصلا بحكم أن النظام يكون مش صح لا أنا درت مرة رجيم من غير رياضة وضعفت لكن ما عرفتش أنت بترجع الدبل بعدين بعد سنتين فهو مهم يعني فأنت ما تقول مرة رياضة عندي حتى التبات هذا صعب يا أمل تنشمع فيك قديش مرة تقول لا اللي بنتبت لا لما تبتي تحافظي ما تقدريش تبتي لا تحافظي على نظام معين ايه تحافظي ما هي لما تبي تحافظي سامحوني في الكلمة لما تبي تحافظي هي أصلاً ضروري من الرياضة يعني لما بتوقفي هو بترجع ليش لأن الرياضة لكن رياضة نوعا ما اللي هي خاصة بمناطق معينة في الجسم اللي بتنحرق لأن هي اللي بتدير عضلات وهي اللي بتخلي يعني الوزن يثبت ما نمشي عرفتي نتحرك يعني دائما نمشي ما مش مثلا ما هو المشي عن مشي يفرق هذه حتى هي فلما ندعو عليها يعني مشي عن مشي لما بتمشي تدهور معروفة هذه لا مش الدهور مش زي لما تمشي تتمشى ولا شو رايك ماشي للهدف فيه ماشي رياضه لان انت مش زي لما تتمشى بتدير شوبين انت بتدير كذا موضوع مختلف لكنك ماشي عندك هدف بتدير الرياضه هذا شيء ثاني يعني حتى طاقتك حتى نفسيتك حتى النفس بتاعك مختلف فالرياضه مهمه يا بركه ايه لازم انا من ناحيتي انا هذا عيب يعني احنا معترفين به على فكره انا من ناحيتي انا الرياضه من الناس صغيرة جدا ما رسالتها ولكن ما فيش فايده فيها من الرياضه الاهم انك ان لازم انا باعتبار مفروض احنا انا واحد من الناس ناكل في الليل مؤخر من قبل هلبة فنبي علاج يساعدني في النهاية بديل ليه هنو ما ناكلش لكن ناكل حاجة بتترش عليها في الليل تكون بسيطة باش تسكر المعنوية اللي أنا عاطفها في النفسية الجانبية لتحت الأرض والسماء وبين أي حد بنت حاولت تدير هذا الشيء ولا مجرد كلام مني كان حق يا ربك لا تنين مامس أنت لازم تسألين أنتم بتحيروني معكم عامل ندوة لا انت لازم تسالي الدكتوره ان بين الفواصل هل ناكله ولا لا مسموح ناخذ التفاحه مسموح ناخذ انا جنيه فاضيه لا مش بالنيه ما لانه فعلا زي ما قال لك نجوع ورا في فترات انا فتره نجوع يعني. بالنسبه للميزان فرحانين بي يعني انا فرحانه اكيد انا فرحانه بي الحق نزلت انا نزلت كيلو و100 جرام اخويا ليش انت ما شاء الله اكثر منا يعني كيلو و100 جرام من حالي انا شخص يعني كبرت بكل ما استطيع من فس في كرشتي بالنسبه لك انت ما هذه هي يعني تو انا وصل لي معلومه انه هو في الاول بكل لما وزننا كان مبين أكثر من اللي احنا نعرفوه لأن لابس كان حاجات واجد تمام 148 بعد الواحد هذا 148.8 فلما وزننا لقينا أن توا حاليا حوالي قريب 144
145 فيعني 3 كيلو فاصلة زيرو 3 كيلو لبس يعني فهمتني؟ فاللي نقصته اصلا يعتبر كيلو وشويه بين اليوم يعني اللي نقص اللبس لا لا اللبس هذاك براحه ما هذه حاجه حلوه هذا نقص اللبس ومعها السمن مثال السمن دكيكي كويس معروف هالبحواج مش يقولوا لازم ينقص ناحي الحواج نقص لكن معها برضه نقصت فوت اللبس يعني اللي انت لابسه بس نقصت يعني اللي باين لي هنا انه نقصت كيلو وشويه انت مش شفتهم برا يقول لك اضعف معناها اذا انت بان عليك يعني معناها درت انجاز يعني ان شاء الله اليوم ممكن يحطهم رغم قياسي انا طبعا انا متاكد ان امول اكثر من احنا الزوج بالعكس انا اعرف ان دوجا حد لله حتنقص بعناد وانا حنقص بغير عناد بس انا حنحطمكم انت بتحطمنا انا تو انت هيك بالنسبه لي ولا احنا نبغى ندير شيء لكن انا ما اقدر لا بالعكس هو تنافس بالنسبه لي امول طبعا ناقصه كيلو بالضبط الحمد لله انا كيلو مش قراره سمحت 89.4 ل 88.4 بالنسبه لي مدام خدوجه أكثر من كيلو صدق عليكم أنا جرام رميلي جرام والله رميلي جرام يس يس أكثر منك هو مش بواجد لكن حتى الجرام يفرق هو كيلو و100 جرام اللي ناقصاته احنا لأن احنا مع بعضنا يعني نفسنا يعني كل الأشياء ما هي هذا اللي جبت الحرق بتاع لا حتى الأجسام بتاع الحرق بتاع الأجسام تختلف لا الأجسام تختلف إيه طبعا بنية الجسم مرات أنا ما عنديش كذا هي عندها كذا مرات هذا عندها كذا فهمتي حتى البنية الجسم والعمر يعني والبنية لها دور يعني طبعا فما هي ممكن النشاط شوية على حسب الكذا هي تمام بالنسبه لموضوع الميزان ودوينا فيه وهيك وكذا ما زلتوا متابعين مع الاخصائيه من الواتساب وتابعتوا في الصور وكذا هيك يعني مواظبين على الموضوع هذا انا مواظبه انا من ناحيه نبي عوخه انا شنو هو الميزان انت ما زلت متواصل يعني تابعت في الواتساب لما تصور وكذا تابعت بس تابعت نقول لي يا امل بالجعان بس هذه ما بس اصلا هذا لازم احنا هذا شغل يعني امس نضلي في الليل اول ما نوزني على طول للجروب في على الواتس نبعته باش نقول حاليا الوزن ونصوروا فيه الوثقوا فيه هذا يعني بمنتهى الشفافيه يعني امس نضلي في الليل طبعا قال لي انا جعان نبي ناكل شنو عندي انا الساعه 5 تبي تاكل قلت لك شو حدا صح لقيتها قاعد واعي تخيلي مازال قاعد فايق ما شاء الله يعني مش جوع صح ما شاء الله عليك طبعا بالنسبة للجدية وللجو المليح مثلا بالنسبة لك انت فايت بموضوع نحسك يعني مرات تبي ومرات ما تبيش بس أكثر حد يعني يقولوا لي فيها حتى من فريق العمل يعني والأعداد اللي معانا وكذا مدام خدوجة وأمل حق يعني مواضبين والأكثر شوية هيك أمل وفي الرياضة اللي أمس ليه تحسها طول مشت لكن خدوجة لكن حتى انت يعني اللي هي بتاع عندك نية تبي تنزلي ومن أكثرهم اللي خاطرك تنقصي يعني. هو قلت لك تنافس انت لازم تتنافسي باش انت لان انت جاي البرنامج تبي جسمك يكون في مستوى معين مثلا انا ما نبيش نضعف لدرجه لكن جايه نبي نحدد مثلا وزن معين بنوقف عنده فهمتيني ولا ممكن بعدين انا محافظه مني انا اجتهاد اني نحافظ على الوزن هواء ايه بس ما نبيش مثلا اني نولي هيك ولا طع كيف شكلي لان حتى الشكل لا انا والكاركتر ليه دور انا جيت نبي نشوف هل هذا الشيء الصحي يمشي معي والا لا هذه حاجه مهمه لو مشي معي معناه حنستمر لو ما مشيش معي معناه اني حنشوف جانب اخر بالضبط لكن هي حتى المحافظه على صح كلام قشطه الصحة والحياة قصدي لما تبيها تستمر أحلى وتكوني نفسيتك أحلى تكون بمبي زي ما أنت لابسة زي ما قالت أمولا لصحتكم يعني كلها حلو كاركتر حتى الكاركتر متاعنا مهم عند المشاهد لأن مرات المشاهد يبي بركة بشكلها يبي أمل بشكلها يبي خدوجة بشكلها فأنت ما تقدريش مثلا تأوفري في الروجيم بتاعك بحيث ما تضريش شكلك وهذا ما تقدروش تديروه في كل مكان يعني اللي صاير عندنا هنا في ليبيا لايت ما يندرج ديما في كل تركينا يعني ايه لكن ممكن لما قلت خدوجه لما نحافظوا عليه احنا بثلاثه كنا بصفه عامه ظروف العمل الخدمه ممثلين يعني الناس تعودت علينا احنا صغار دوجه لكن شبحها ضعيفه ويجي الشعب دكتور مجم مش حيورقولها صح الا بالصوت لكن هي ماشيه هيك حياكلوها ممكن فهمتي كان من الحاجات زادي فهمتي لكن في نفس الوقت صحه حلوه زي انت حلوه تو هذا بشكلك كنت سلمت طيب يعني لازم يكون في تنافس ومفس في نفس الوقت يعني لازم يكون مره في نفس يعني في تنافس نفس كل انسان عنده يعني اي انفساس في اي لحظه انت مال لحسك شويه من الحاجات هي والله يعني كان يعني هم يعني المفروض يدرونا ما بين كل يومين انت قلت تنفس يعني تنفيس يعطونا حاجه خفيفه كي ما فيها سكر
ما فيهاش كربوهيدرات، ما فيهاش مش موجوده بكل فيها فيتامينات يعني هيك تو احنا مش في الفيتامينات، احنا تو في الصحه اكثر. بالنسبه للتقرير اللي كنا نشوفه فيه بالنسبه للرياضه بكري، قلت لك ان هم قالوا لي ان انت اصلا ما كنتش تبي حتى تتريض، هذه رقم بعدها بنمشي لمدام خدوجه. صبع رجلي كان يخدمش هذا الشيء، صبع رجلي ما يخدمش صبعه هذه هي يعني. مشيت الدوام بكري الحمد لله، مشيت الفارماسي بعدها قالوا لي ان انت اصلا بعدها مشيت يعني مشيت الفارماسي مشى شويه حركت شويه بعدين خذ الموبايل 26 دقيقه بالضبط، بعدين خذ الموبايل قاعد يفسفس بتلف فضحوني نفضحك واحده ثانيه يا ساتر نفضحك واحده ثانيه وقف انا نفضحك تو واحده ثانيه مش تفضحها هي، بس حاجه طريفه صارت معاه انه هو وهو يلعب على الاله السير عباره عن انه هو يبي يتحدى روحه، وهذه حاجه حلوه يبي يتحدى روحه، فشندر قوى في السرعه يقوي 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 لدرجه انه هو ما عادش حاسب روحه وهو يهدرز قريب طاح ويرقص في الكيكي. ايوه حلو انت درت لهم كيكي كيكي والله في قطره وانا اداوم هذه هي يعني قصت بعض على اسمي الحمد لله انت المصور انا اصلا وسمير عشان اسمه مسكين راح فيها فوخر شوي خدام فس ورجع لي قال حسب لي نضرب انا مش قصدي السير وخر بيا مدام خدوجه بالنسبه للموضوع هذا طبعا اللي عرفناه ان خاطرك وتبديري، لكن كنتي متردده شويه في البدايه، هل هم اللي شجعوك مثلا ان روحهم مثلا او هيك؟ لا لا هم بس شكلك يحسوك ان انت متردده شويه. هم اني ضيقت من شيء يعني حصل لي كنت مدريه برنامج معين مثلا نبي نلبس لبسه معينه ما صارش من الموضوع هذا فضيقت بس يعني هذا ليش ما كنت مش خاشة هذا علاش يعني. بس هم بس فاكرين لا يعني بالعكس يعني اللي تمام معناها الحماس والامور 100% بالنسبه للموضوع ان احنا بدليل احنا اول ما بدينا وعلى طول ركبنا عسير خلاص تحركنا وانا متعبها شويه فترة دي درناها مره على ثلاثه بعدين سته لقيت روحي اول ماشي لقيت روحي بنطلع من الروشن فقلت لهم لا 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 تعالوا ننزل عشان اول يوم يعني بالضبط فاخذناها بشويه بشويه بس بعدين خلاص فقريب اخذتي تقريبا تقريبا ساعه نعم تقريبا اخذتي ساعه في الموضوع نتاع تقريبا بعدين اللي قالوا لي ان انت حتى انت كنت مستمتعه وكذا لا 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 جدا وضحكنا وانبسطنا احنا واخدينها يعني بروح معنويه ايوه بالضبط وضحكيه وفنيه واخدينها حاجه حلوه يعني عرفت اموله مش بالنسبة للموضوع هذا نفس الشيء اللي سمعته واصلني مرة ثانية ان انت بجديات يعني خشيتي طول عبارة عن ان ماشية للآلة ما فيش اي حاجة مشيتي درتي رياضتك بعدها مشيتي للي بعدها بشكليطة وجوك مليح حاطة سماعات وتغني امورك طيبة ضلنا جو غنينا يا 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 يا, يا سهر الليالي هم كانوا يغنوا عليا من الاول لكن شافوني طحت فاتوني غني لك فيروز ايوه اعطيني فاتوني تمام بالنسبة للشوبينج اللي صار امس شنو جوكم فيه؟ الحمد لله انا واحد من الناس انا نتكلم من الاول المفروض لان لازم نحكي على الشوبينج شوبينجت انا نزلت من شوبينج معاهم اوكي مش لازم نحكوا بعدين شو رايك؟ ما لان انا قلت شو رايك فانا عجبك ما عجبكش؟ مني؟ لذيذ التسوق لذيذ ما قلتش ولا حاجه يلا خلينا بيتوه نمشي نشوف التقرير الخاص بالتسوق يلي داروه لاول مره مع ليبيا لايت فنانينا ومشتركينا في ليبيا لايت نمشي للتقرير هذا ومن بعد نرجع اكيد لتفاصيل اكثر واللي حيحكي لنا عليها بركه وامل ومدام خدوجه فرشتنا وفرشت الاستوديو ومن بعدها نكمل
مكملين بعد الفيتي ار وبعد التقرير الخاص بتسوق اليوم الخاص بالمتسابقين او المشتركين او ضيوفنا، هم لانهم مش متسابقين معنا بل ضيوفنا ومشتركين ويتحدوا في نفسهم ما يتحدوش في اي حد ثاني يعني يتحدوا في انفسهم صح؟ اكيد طبعا كل تحدي للذات الموضوع طبعا. فامس مشينا اللي مشيتوا مش انا مشيتش مشينا شويه وبعدين روحت فبالنسبه للشوبينج انت ديما نبدا معه هو ليش؟ لانه اكثر واحد مضر في الموضوع مضر بالصحه مضر بالصحه بالعكس لا المهم معانا بالعكس اي لا بالعكس مضر بالصحه هذا المهم الجيم ملقاش هذه قضيه ثانيه احكي لها عشان انا وانا دار كل حاجه اصلا هو بالنسبه لي باركة امس دار كل شيء يعني ارقص تشاغب مشي للجهه الخاصه بتاع الاطفال مشي للجهه الخاصه بتاع النساء ومشي القدم بتاع الملابس النساء قلت لك الحاجه الوحيده اللي ما دارهاش تعال هني هذا جهه النساء الحاجه الوحيده الحاجه الوحيده اللي ما دارهاش اللي ماشيين على خطرها واللي هي التسوق تسوقت انا خذت ثلاث شخاشير خمسه مرتين زدتهم بعدين يعني عشان خذت خمس خشير وقست جوبة كان جي على مولا وقست هنا قلت لها قلت لها نحات على جاجة بتني شو كثير قلت لي قست لي حوائجي صح في روشي روب روب هو عجبني حسيت فيه لقطة الرجولية ترقد بي ولا حاجة أنا من الحماس أصلا من حماس كنت لأن البيرو ما عادش قدر يقعد معي ندور 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 ما قلت شيء قلت نرقص في بين الناس وخلاص الحين ميوزك وانا با با فوق مش لاقي حد بكل بكل فيديوهات بس حلو استمتعت ولا صراحة الحق انه حتى الناس ما شاء الله داخل كل حد لايب حاجه انا الوحيد اللي داير العرض حتى الالوان اصلا قدروا المحل بصفه عامه يعني والماركه وكذا كلها حلو عجبني انا عن نفسي عجبني امس تمام بالنسبه لمدام خدوجه بالنسبه للتسوق امس طبعا في الاول الاول محل ما حصل يعني كان دخل صعب وما حصلتش ما لقيتش اللي نبي يعني الحاجات اللي نبيها اني ما لقيتش ستايل لان انا برضه نلبس حاجات معينه ما نلبسش في اي شيء وبالنسبه للمحل الثاني بعدين لما مشينا الثاني لقيت طبعا فاخذت اكثر من حاجه حوالي اربع خمس حاجات فلقيت طبعا بالنسبه للموضوع هذا هل هو يكون مثلا حافز اكثر مثلا لو انت مثلا ما لقيتيش الحاجه اللي انت تبيها من الاول او ما لقيتيش الحاجه اللي تبيها من الاول هذه النقطه اللي تزعلك وتفرحك أيه. لما تمشي لمحل تلقي حاجاتك على طول وتلقي الالوان اللي تبيها والمقاسات تفرحي أيه. ما تلقيش تبدي تتضايقي هل هذا اعطاك عزيمه اكثر وحافز اكثر ان انت تكون أيه اسهل ليك المواضيع أيه. حتى نوعيه المحلات ما تنسيش يعني نوعيه المحلات مرات في ماركات في مخصوص للشباب الصغيره موديلات المقاسات هذه وفي محلات تلقيها عامه فهني في الاختلاف فاني في الاول انا مشي لمحل مش لعمريني مش لي شباب لي حاجه يعني فالمحل الثاني لقيت فيه موجود بريخت حوالي اربعه حلو او خمس قطع يعني استمتعت يعني فاستمتعت وروحت مبسوطه لاني يعني هذه النقطه اللي هو الايجابيه اللي نستمر اكثر في البرنامج حلو وان شاء الله تستمري اكثر في الحياه يا حلوين ان شاء الله في الحياه ديما اكثر حتى هو تستمر بالنسبه لي امل أمس على أساس أنك كنت بتمشي تاخدي حاجات زيهم هم بالضبط فخديتي قالوا لي أنا وقالوا لي أنا قالوا لي حاجة استغربت فيها يعني أن هي كانت أسرع واحدة نفسها يعني أن هي قعدت تستنى فيكم باش تحاسبوا ما هي غيرت لقيت أنا على طول على طول خديتي كل شيء ومشيتي وكان هدفك واضح هو كان رقم أكبر أنا خديت رقم أصغر شوية لأنه كان واسع الحاجات كلها كانت واسعة وطويلة فغيرت بس يعني وبعدين مشيت معاهم قلت لها خلينا نمشي نغير جو ونشوف شو بيجروا في حاجه في حاجه ثانيه في عندنا عصافير واجد احنا في البرنامج في حاجه ثانيه وصلتني من جماعتنا اللي هي حاجه كويسه عندكم عصافير هلبا ايه تعرفي شوفيش فيهم قصدك شوفيش فيهم اكثر من بالنسبه للحاجه عصافير عصفورتنا قلت حاجه حلوه ما قلتش حاجه مش حلوه ان انت كنتي معاهم في الشوبينج وهيك ونختار لهم شفتي لا لا هذه بروحها ما نعرفش هذه لكن شفتي كبوت عجبك حلوة. مش مقاسك ايه. فقلتي نحن نرجع ناخذه اي صح والله صح امس حلو ايه. فهذه عزيمه منك يعني ولا انت مثلا لا حلو عجبك مجرد عجبك وخلاص لا يعني. بالعكس اول حاجه عجبني هو كستايل وبعدين حاجه غريبه وبعدين حتى لما هو كيف معلق لما ترسمي انت جسمك على الشكل هذا او على الكبوطات تقولي ليش انا ما نلبسش مثلا مقاس زي هذا او مثلا كبوت بالطريقه يا حلو هو فقلت انا ان شاء الله حنرجع ناخده ونلبسه
نصور بيك فنواقع لازم صورني بركة ايوه لازم لازم تاخذ ما حاجتها واشياءها ايه لان انا ادمان صور فبركة يعرف بس هذا ليش احنا مركزين شويه مع الرياضه مع النظام الغذائي يعني باش يكون كل باكج واحد وتعطي نتيجه اكثر لان حتى ما تخشي كل ما تنقص حاجه كل ما يكون اقل النتائج يعني حتى امولا لما تخشي المحل وتشوفي حاجات حلوه وماركات وكذا ليش ما تشتريهاش قصدي تحسي روحك كانك جاك احباط يعني مثلا الناس يشروا ويلبسوا ويقيسوا وانت قدرت تتفرجي عليهم لا ما حتى انا نضعف بس حتى انا نمشي ونشري انا شن نبي ونلبس وتطلع علي الحاجه زي ما انا نبيها ايه لازم هذه حاجه عجبتني انا الحاجه عجبتني منها والله متعلق بالكيب وهيدرات احكي لي يا بنت انا تو نبي نسمعك ايوه موضوع متعلق بالكيب وهيدرات لان الانسان يعني لازم يكون عندك يعني ايوه وكبرياء قوي يعني متاح لاي اي 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 ماكله تجي زي النجاره نتاع اليوم إيه. انت متاح طول الوقت بس الفتره هذه منبوكش ديما تكون متاح هذه مشكله مدبين نحصلوك ديما خارج التغطيه غير متاح مقفل بالمره يا ريت يعطونا والله يعطونا حاجه مش كويسه حاجه في الاسبوع واحد بيستخدم منها حاجه رزينه ما نعرفش توا هي نين تقولنا الاخصائيه ولا تعطيها درزينات احنا اخفاء انت شنو اللي تبي مزبوط ولا باش واحد يعني يبي ياكل اي حاجه هو بس احنا تو ثلاث ايام هذه اليوم بسوي انت شنو اللي تبي يعني ستيك حوت ستيك بقر ستيك خرف خروف هيك يعني خروف حاجه فيها ستيكات يعني ستيك يعني مشوي يعني يعطي يعني يعني يعطي يعطي بديل تمام انت مبكر شويه قلنا لك ان على التواصل انت قلت ما توصلش واجد انا على الواتساب فانت لو تبي هذا كله ولا تبي فعلا اللي تبي انت يصير لك ممكن يصير لك 90% 80% ما يصيرش بس ممكن يصير لكم بس لا لا يصير ان شاء الله تواصل معها على الواتس بالنسبه للاخصائيه ممكن تبعت لك دريفت طيب نقولها نقولها انا نبي حاجه حاجه ديليفري حوت ديليفري انت اشوي هنا يا بركه رد بيتك بروحك عند عصافير انا مصرخشات شمال الصنم تاع الماكله في المطعم صار لي انفطاق بشني تعرف ما طلعناش من المطعم يبي يسلم يسلم عليهم كلهم شوف كل واحد يسلم يمد له انا اتاكد شنو صاير ما بين الناس كيف تاكل كيف يعني زي ما نقول نعبي ندير في سكرين شوت على حاجات باش نروح نرقد نتخيل ونرقد بركه تتاكد ان كل مكلو اصحابك في المطعم اكيد المفروض انت حتى من قله الماكل المفروض حتى في الليل ترقد بكري رقدت بكري انا رقدت ونرقد الساعه 4 انا مهم الساعه 4 ونص ولا 5 نادي دور فيا بياكل شو بياكل على الاكل وعلى كل شيء اكيد مكملين معكم ومع المشاهدين حنمشوا توا لتقرير خاص بالغذاء اللي امس كلنا بعد الحلقه مش تمر مفيد وصحي ايه المفروض كذا مفيد عندكم بعدين تمر روح خلينا توا نمشوا باي بركه لا انت بتخلينا نمشي انت مو بتمشوا نمشوا للتقرير هيا نطروا التقرير يلا على طول نمشوا لتقرير الغداء الخاص بي مشتركين مشتركين ليبيا لايت وكل واحد وجبته وشن صاير أمس من تفاصيل وطرائف خلاله هم ياكلوا من بعدها نرجع